حصلش الحقيقه. خلينا نروح للكابتن امير واخد رايه في مباراه اليوم. كابتن امير تحياتي ليك. كابتن محمد الزهراء، ازيك يا ابو الكباتن، اخبارك ايه؟ الحمد لله. يعني كنت تتوقع النهارده الهزيمه للزمالك بالشكل ده كابتن؟ والله بص يا كابتن، انا كان عندي تمرين وانت عارف ان ملعب السكه جنب اللي في القاهره، فرحت اتفرجت على الماتش بصراحه من الملعب. يمكن انا مشيت بعد الجون الثاني، يعني بعد كنت ما الجون موجود يعني. الثاني ما جه، الجون الثاني ده اخر الماتش يعني كابتن يعتبر لا يعني. ما حسيتش الزمالك لو قعد ممكن 180 دقيقه مش هتجيب جول. ما عندكش حلول، وزي ما انت قلت كلمه عجبتني قوي، انت الطبيعي ان انت المفروض بتبني على المكسب بتاع الترجي، انت فاهمني؟ النهارده لا، ما فيش حاجه تدل ان انت ممكن تكسب النهارده، ما عندكش حلول. بطء بطء كبير جدا في نص الملعب، مع ظل التواجد الدفاعي اللي الكابتن تامر مصطفى كان عامله النهارده. فالطبيعي ان انت لازم النهارده يبقى في سرعه وفي كوره عرضيه، وفي يمكن في الشوط الاولاني حتى انت ما شفتش كوره على الجون يعني. فانا يعني انا مش عارف الخلل فين، ولا يعني انت النهارده، انا ما بحبش اتكلم على امكانيات لعيبه، بس الواضح ان انت ما عندكش اللعيبه اللي تقدر تعمل لك الحلول. ما عندكش يعني، انت النهارده زيزو الوحيد اللي كان الفتره اللي فاتت شغال بشكل كويس، النهارده بقى له فتره مش في مستواه. غير كده قول لي مين حلول نادي الزمالك، قول لي مين حلول نادي الزمالك. نص الملعب ما عندكش حتى اللعيب اللي ممكن يوصلك او بيعمل لك الربط. ف يعني ده السكواد اللي موجود، وحاجه متوقعه، انا في وجهه نظري متوقع ان انت لو بالشكل ده طب او كابتن، هل بالشكل، سكواد ام بي افضل من سكواد نادي الزمالك من وجهة مش نظرك؟ سكواد ام بي، خلي بالك برضو الدوافع عند ام بي. النهارده انت بتلعب الثلاثه بونت بيفرق معاك، بتلعب قدام فرقه وما ماتش بيفرقش مع نادي متذاع، الزمالك واللعيبه لا عارفه كده. بيفرق بيفرق. بس بص يا فاروق، انت النهارده معلش، اي فرقه في الدوري بتلعب قدام زمالك واهلي، ده ماتش الموسم يا كابتن بالنسبه لها، تمام مش بس تمام انت فاهمني. فمصر كلها بتتفرج عليك، ودوافع وبتاع وقلب وبتاع. يعني انت النهارده ام بي كسبت الزمالك، ممكن الماتش اللي جاي تلاقي بتلعب قدام فرقه في مستوى ممكن تخسر، وارد. لكن انا النهارده الدوافع بتاعت لعيبه نادي الزمالك، انا حاسس ان هم نازلين الماتش هم مش عارفين هم عايزين ايه من الماتش، عايز تكسب ولا عايز تتعادل ولا بتفكر في ماتش شباب بلوزداد. بس انا بقول لك لو من دلوقتي لو ده الشكل اللي هتلعب بيه قدام بلوزداد، الموضوع هيبقى صعب جدا، هيبقى صعب جدا، حاجه تحزن يعني. انا بقول لك النهارده يعني انا قاعد في الماتش، حتى الناس يعني الناس الجمهور وهم قاعدين، الناس بتتكلم نفسيها، لا هو انت فاهمني؟ عامة يا كابتن، فرق كبيرة لما تيجي تبص بيبقى ليها شكل ومنظر كده وسيستم معين. الحقيقة يعني وانت بتتفرج على وبعدين الماتش انت مش انا عايز اقول حاسس لك على حاجه ان في برضو، حاجة اصلا، اللعيبة مش لا عارفة حاجة ومش فاهمة الحاجه اللي حاجة. غريبه، لا الحاجه اللي غريبه كمان، انا مغلوب الطبيعي مثلا هلعب اتنين فراوده على الراجل. النهارده عمل تغييره برضو، راح مطلع سيف الدين الجزيري، وراح ملاعب زيزو فرد، وبعد كده راح ملاعب بالحاج، وبعد كده الطبيعي الداي بيلعب بشماله، فالمفروض يلعب ناحيه اليمين، ويوسف اسامه نبيه المفروض يبقى ناحيه الشمال، راح جايب يوسف اسامه نبيه ناحيه اليمين، وودى الداي ناحيه برضه لخبطه، وما تعرفش التغييرات ايه مغزاها. فالدنيا صعبه يعني، انا شايف صراحه طب تفسيرك يا كابتن ما بين ماتش الترجي وماتش النهارده ايه؟ يعني لا هم انت نفس نازل اللعيبه، قدام هم الترجي، اللي لعبوا لا لا النهارده. انت نازل قدام الترجي بدوافع ان انا هطلع بره البطوله، فده اخر فرصه ليا، ومش ناس مش هتصبر عليا. النهارده انا نازل، انا هكسب امبي، انا مش مشكله بالنسبه لي، انا هكسب امبي بكل سهوله، انت فاهم. امبي ممكن في المراكز الاخيره في الدوري، انا كسبان الترجي، فانا كسبان فرقه كبيره زي دي، فاكيد هكسب امبي. المباراه ما فيهاش كده، او الكوره ما فيهاش كده، الكوره ما بتعترفش غير بالمجهود، انت فاهمني، واللي انت تغل في الملعب وتحارب في الملعب وتقاتل في الملعب. النهارده طب ده انا شيء شفت، خطير يا كابتن لو عند اللعيبه بالاحساس ده دايما، ما هو هيكسب ماتش وهيخسر اللي بعده على طول ده، فبالتالي لو ده بص يا الموجود كابتن فعلا. فاروق، بص يا كابتن فاروق، هو الموضوع في الاول والاخر، انا بصدقني والله العظيم النهارده انا كراجل زملكاوي، انا مش عارف يعني اللعيبه عايزه ايه، او اللعيبه في دماغ. سيبك بس يا كابتن فاروق اللي يقول لك الجهاز الفني، انا ما بخليش الجهاز الفني، بيبقى فيه اخطاء، بس معلش يا كابتن فاروق، احنا النهارده لو انت بتلعب خماسي انا وانت وبنتحدى بعض، انت هتغل وانا هغل، وانت مبطل وانا مبطل، انت فاهم قصدي؟ فما بتحسش ان فينا حراره في الملعب، ما فيش روح، انت كانك بتلعب ماتش ودي، انت فاهمني؟ في حاجه عارف، ما اقول لك ايه، والله انا الواحد زعلان، انت فاهمني، وزعلان ان النهارده نادي الزمالك يبقى في مركز زي ده في الدوري الممتاز، انت فاهمني، انت عارف يا وزعلان كابتن اللي ان انا ممكن كنت بتكلم على نادي الزمالك السنه دي، الموسم ده احنا كان نص الموسم تقريبا، عدد المباريات اللي اتغلب فيها في البطولات تقريبا بيوصل ل 10 او اكتر، فبالتالي منهم 5 في الدوري
وفي في كاس مصر خسر من بيراميدز، الاهلي بدوري الابطال، يعني عدد لا انت المباريات كتيره في الجزائر. الكارثه كمان اللي انت لو استمريت بالشكل ده انت ممكن ما تلعبش كونفدراليه، انت متخيل؟ انت فاهم كارثه. فلازم يبقى في وقفه مع اللعيبه، انت فاهمني؟ وفي الوقت انت خلي بالك برضو انت ما عندكش وقت، انت ماتش الجمعه الجاي مع شباب بلوزداد.